شجرة لمبو أو ما تسمى بشجرة القاو في بعض مناطق السلطنة هي شجرة استوائية من الفصيلة الحمحمية، وهي متوسطة الحجم، يصل ارتفاعها من 10 إلى 12 مترا تقريبا. وتعتبر ثمرة لمبو أو القاو وحيدة النواة وحلوة الطعم، وتحتوي على مادة هلامية وتستعمل في علاج بعض الأمراض مثل علاج الربو والسعال وطارد فعال للبلغم وعلاج فعال للأمراض الناتجة عن البرد، وأيضا لتسهيل عملية الهضم.